بعض الآداب، بعض المندوبات العامة، يذكر المصنف في هذا الفصل بعض المندوبات العامة. فروع: يسن لكل عهد الادهان طبا، والاكتحال بالإسمدي وترا عند نومه، وخلب شيب رأسه ولحيته بحمرة أو صفرة. يسن الادهان، الدهان يعني استعمال الدهن في الشعر، يعني ادهان الشعر معناه الذي جرت العادة بتزيينه بالدهن. هكذا ذكر يعني علي شبرا مجلسي، لكن كتب عليه الشرواني فيه توقف، وظاهر كلامهم الشمول لجميع البدن. فإذا ليس الادهان للشعر فقط، بل هو يدهن جميع بدنه غبا. نعم، غبا معناه أحيانا يوما ثم يوما، هكذا هذا معنى الدهان يعني أحيانا. فإذا كيف يقدر هذا الوقت؟ بيبس رطوبة الدهن يقدر هذا. أولا يعني هو استعمل الدهن، ثم بعد ذلك احتاج. لماذا احتاج؟ بسبب يبسي هذا الدهن، فإذا احتاج، فإذا مرة ثانية ثم هكذا. هذا ممكن، هذا يختلف بطبيعة الأشخاص وكذلك باختلاف أجواء البلاد. ممكن هكذا هو يحتاج كل يوم أو يومين، أو يحتاج في أسبوع فقط أو في 10 أيام فقط، هكذا يختلف وقتا بعد وقت. هذا ما نقوله غبا بحسب الحاجة. فإذا يسن في جميع جسده. ثم والاكتحال بالإسمدي، الاكتحال استعمال الكحل، كحل الإسمد هو الأفضل. نعم، بترن، بترن يعني في كل من العينين 3 مرات 3 مرات، هكذا بترن يعني مرة واحدة أو 3 أو 5، هكذا هذا معنى. فإذا أولا يستعمل هكذا مرات بترا في اليمين ثم في الشمال، هكذا في العين اليمنى أولا نستعمل هذا مرة أو 3 مرات أو 5 مرات حسب الحاجة، ثم يعني في اليد اليسرى هكذا مرة أو 3 أو 5، هكذا بترا. متى يستعمل هذا الاكتحال؟ اكتحال وقته يعني عند نومه. هذا استعمال الكحل وقته عند النوم. لماذا؟ وهذا يكون يعني يبقى في عينه وقتا طويلا، لذلك هذا كعس أفضل عند النوم. ثم يسن خالب شيب رأسه ولحيته، لو شعب أو شعبت شعرات رأسه أو شعرات لحيته يخلبها، هذا أيضا يسن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بهذا كثيرا. لو رأى أحدا لم يخلب شيبه كأنه ينكر عليه، يشجعه على الخلب. هذا خلب هنا بحمرة أو صفرة بخلاف السواد، السواد سيأتي يحرم للرجل ويحرم للمرأة مطلقا، بصفرة أو حمرة، ويحرم حلق لحيته، وخالب يدي الرجل ورجليه بحناء. وهنا ذكر يعني بحضرة أو حمرة، وهو بالسواد حرام إلا لمجاهد بالكفار فلا بأس به، هكذا ذكر في النهاية والمغني. كتب هناك علي شبرام اللسي، أي بالنسبة للرجل فقط، أما المرأة أما بالنسبة للمرأة فحرام مطلقا، يعني سواء كانت مجاهدة أو غير مجاهدة يحرم لها الخلب
بالسواد نوع ماذا يكون فيه خيانة لأجل ذلك يحرم للمرأة يحرم عليها مطلقا لأنها ليست من أهل الجهاد بل كانت نساء الصحابة يخرجن مع أزواجهن في الجهاد لتمريض الجرحى وكذلك لماذا طبخ الطعام وكذلك لإتيان الماء وهكذا كانوا كنا يخرجن لا يشاركنا في الجهاد هكذا كان هذا لا طاعة في المعصية ليس تجمل مباح لو كان بطلب الزوجة إذن يحرم يعني السواد السواد يعني الشرع منعه لأجل ذلك صارت معصية فإذن لا طاعة في المعصية هكذا قاعدة لو طلب الزوج يعني التجمل منها يجب عليها التجمل لكن هذا ينبغي أن يكون الطلب بأمر مباح كذلك يحرم حلق لحية حلق لحية أيضا يحرم لكن فيه خلاف كما سيأتي بعض العلماء قالوا هذا يكره فقط نعم مصنف رجح أنه حرام ثم وخلب يدي الرجل ورجليه بحناء هذا أيضا حرام لكن هنا كما ذكرنا في السواد الخلب بالسواد لو كان عذر يجوز مثلا هذا بعض الأمراض يعالج بالحناء فيجوز خلافا لجمع فيهما في أي شيء في خلب يدي الرجل ورجليه بحناء وكذلك في حلق اللحية جمع قالوا بالكراهة نعم وبحث الأذرعي رحمه الله كراهة حلق ما فوق الحلقوم من الشعر هذا لا يعتبر من اللحية بل يعني تحت اللحية ينبت شعرة فوق الحلقوم ماذا حكم حلق هذه الشعرات يكره وهكذا بحث وقال غيره إنه مباح يعني مباح معناه ليس فيه كراهة أيضا نعم ثم ويسن الخلب للمفترشة ويكره للخلية هذا الخلب يعني خلب بالحناء الخلب يعني الخلب السابق يعني خلب يدي الرجل ورجليه بحناء هذا هو السابق هذا يسن للمفترشة مفترشة يعني صارت فراشا لزوج أو سيد هذا معنى المفترشة لأجل الشمول عبر بالمفترشة لم يعبر بالزوجة نعم ليس هذا سنة للزوجة فقط بل للأمة أيضا لو افترشها مولاها نعم ويكره للخلية هذا مكروه للخلية يعني غير متزوجة غير مفترشة يكره لها الحناء لكن النساء لا يعتبرن بل يعني النساء يتزين بخلب أيديهن وأرجلهن بالحناء لكن لو كانت خلية يكره بخلاف يعني الصبية الصغيرة الصبية الصغيرة لا يكره وهناك يعني تفصيل في المفترشة يعني عبارة الكردي قوله ويحرم الحناء للرجل خرج به المرأة ففيها تفصيل فإن كان لإحرام استحب لها سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة شابة أو عجوزا هذا وإذا اختلطت عمة اليدين بالخلاب نعم فإذا كيف يعني تستعمل هذا يسن لها يعني
خالب وجهها أيضا. خالب وجهه يعني المحرمة الذي تريد الحج بالعمرة يتخلب وجهها بالحناء أيضا. لماذا؟ سترا للون الوجه قدر الطاقة، هكذا ذكر القرآن. كذلك في اليدين والرجلين أيضا، هذا يد أيضا تكون مكشوفة، وهذا يسن للإحرام لأجل ستر لون البشرة حسب طاقته. هناك تختلو اختلبت ذات عم اليدين بالخلاب. أما المحدة المرأة التي في الإحداد لأجل اللدة فيحرم عليها. إذن أولا يسن وهذا يحرم، والخنثى كالرجل. ويسن لغير المحرمة إن كانت حليلة وإلا كرها. هناك غير محرمة مفترشة غير محرمة يسن لها، ولا يسن لها نقش والتسويد والتطريف والتحمير وتحمير وجنتنا، بل يحرم واحد من هذه على خلية ومن لم يأذن لها حليلها. كل هذا لا يسن، بل يحرم كل هذا، يعني النقش. فإذن عندما تستعمل المرأة والحناء في يديها ورجليها لا تنقش، لا تستعملها نقشا نقشا، هذا حرام. أو التسويد، التسويد يعني هذا تسود أطراف الأصابع فقط. كذلك التطريف يعني في الطرف فقط تستعمل. أو تحمير وجنتها، هذا في الجبهة. يحرم واحد من هذه على خلية ومن لم يأذن لها زوجها. إن لم يأذن لها زوجها يحرم. هذه الأمور، نعم، هذا بهذا القيد يحرم، إلا لا يحرم بل لا يسنه. فإذا السنة حينما تسن أن تعم يديها، تعم يديها أو رجليها، هذا هو السنة. أما غيره خلاف السنة. نعم. ثم ويسن الخلم، ويحرم بشر الأسنان. بشر يعني تحديد الأسنان. لماذا؟ لزيادة النعومة الاستقامة. بشر يعني تحديدها وتقليجها بمبرد ونحوه للتحسين، هكذا ذكر في الحشر. لزيادة الحسن والجمال، بشر هذا عمل لهذا الأمر، وهذا تفليجها بمبرد ونحوه للتحسين، هذا يحرم. وكذلك أمور حرام في حقها، وواصل الشعر بشعر، واصل شعرها بشعر آخر، شعر آخر إما يكون نجسا هذا نجس أو شعر آدمي. ثم وربطته به لا بخيوط الحرير أو الصوف. فإذن هذا متى يكون وصل الشعر أو ربط الشعر بالشعر؟ لو كان شعرا أصليا، أما لو كان شعرا صناعيا لا يحرم. هذا معنى قوله لا بخطوط خيوط الحرير. خيوط الحرير يعني يعتبر شعرا صناعيا، هذا لا يحرم. فإذا لو كان واصلا أو ربطا كلها حرام. ويستحب أن يكف الصبيان أول ساعة من الليل، في أول ساعة من الليل يكف، معناه يمنع مما من الخروج إلى خارج البيوت. هذا هناك حديث: إذا كان جنح الليل وأمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ. هذا أول الليل عند جنح الليل، فإذا الشياطين تنتشر. فإذا حينما تنتشر الشياطين، لو وجد ولد في الخارج ممكن شيطان يمسه أو يضره، هكذا لأجل ذلك يكف من الخروج في ذلك الوقت خصوصا.
لماذا ينتشر في ذلك الوقت؟ ذكر في مال القرآن ذكر ابن حجر الأسقلاني رحمه الله في فتح الباري أن هذا الله يعني يضره، لذلك في النهار تكون الشياطين يعني مختفين وراء كذا كذا يعني في أوقات الظلمة، ثم بعد ذلك عندما يجنح الليل يخرج من كل هذا المكان ينتشر في الأرض لإضرار الناس. إذن أسهل ما أسهل عليهم إضرار الصبيان والنساء بخلاف الرجال، لأجل ذلك ممكن يضر الولد حينئذ، ذلك يكفر. وأن يغطي الأواني، كذلك أن يغطى الأواني، هذا في جميع الأوقات الأنية يغطى، وإلا مثلا يعني هذا الشيطان يلقي فيه شيئا هكذا، أو يعني هذا شيء من الحيوانات يلبسه، أو يعني هذا حشرات يلبسه هكذا، لأجل ذلك يغطى اللواني. ثم للتغطية، لو لم يمكن هذا تغطية اللواني تاما بصورة كاملة، هناك حيلة، هذا الذي يقول يكون التغطية حكما، هذا الذي يذكر بعده، ولو بنحو عود يعرض عليها، هذا عود يعرض على الآنية يعني يوضع في عرض الآنية. فإذا لو وضع هكذا بنية التغطية يكون مانعا من مثل هذه الأضرار. نعم. ثم كما ذكر في الحديث عند التغطية يسن التسمية، بالتسمية يغطي، فكذلك وأن يغلق الأبواب مسميا لله فيهما. نعم، ذكر هنا أيضا مسميا لله فيهما، فيما في تغطية اللواني في غلق الأبواب يسمي ثم يغلق. وأن يطفئ المصابيح، يغلق الأبواب مسميا الله فيهما، وأن يطفئ أو يطفئ المصابيح عند النوم. نعم. لو كان المصباح كهربائيا، هذا اطفاء يسن، يستحب أيضا اطفاء النار مطلقا عند النوم لورود حديث فيه، يعني جاء الأمر في الحديث بهذه الأمور، لذلك هذه أمور صارت مندوبة. فإذا لو كان يعني هذا مصباح كهربائي أيضا يستحب اطفاءه. نعم.